بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحد مراجعات مشفى الأمادي ضحى الجبوري. كانت صادفتني حادث في بلدي قبل ما أجي القطر 2014، وبعدين ورا فترة قامت تصير عندي أعراض صعبة مثل شبه إغماءة والعفو استفراغ قوي. راجعت كثير أطباء في الدوحة وخارج الدوحة أيضا هنا كنت باستمرار من تصير هاي الحالة إسعاف وطوارئ أروح، وحتى كنت قبل ما يعني أجي للدكتور أيضا هنا طوارئ. أنا كنت مراجعة كثير أطباء مختلف الأشياء، ويا الحالة طبعا طنين مزمن، فكنت أراجع مثلا باطنة مثلا هاي خارج قبل ما أجي هنا الأمادي. بعدين رحت على دكتور الباطنة قلت احتمال شيء يخص المعدة أو هذا، فالدكتور عبد الحق قال لي لا، أنا أشك أنه بهذا الشيء، مثل وجهني على الطريقة الصحيحة بعد ما شيك لي الشغلات يعني تأكد. فبعدين رحت على الدكتور محمد موزان والحمد لله والشكر، بحيث أنا للأمانة أول ما يعني دا أروح قلت يعني وش شنو راح يفرق، أنا كثير أطباء يعني رحت وشي، بس الحمد لله والشكر فضل رب العالمين، وهو بدأ يعالج حالتي والحمد لله. الحمد لله كنت يعني من أحد الأشياء اللي كانت زعجتني أنا وعائلتي، أنه كنت يعني حبست البيت أخاف لا أطلع وأتعرض لهيك شيء، لأن كانت تجيني فجأة يعني حتى إذا ما متعرضة لأي ضغط أو شيء فجأة يعني تجيني هالحالة، فكانت تسبب لي إحراج. بعدين قبل يعني كنت يعني شبه مستسلمة أنه ما لها علاج حالتي. الحمد لله والشكر إجيت وبدأ يسوي وياي يعني علاجات، والحمد لله الحمد لله صار لي أشهر كثيرة يعني دا أتمتع يعني بحياة طبيعية صحية، والحمد لله هو مو بس اللي جاب لي يعني فرحة التشافي، لا عائلتي بعد قمت يعني عادي حياتي الطبيعية العادية، والحمد لله والشكر. يعني أنا أشكر بالبداية المشفى حقيقة من كل النواحي يعني مريحة بكل شيء، حتى يعني إذا أي ملاحظة أي شيء أحس فجأة يعني تحال، أو حتى من مثلا دكتور باطنة قال لي لا أنا يعني خلي أسويات بروسيجرات، لا الدكتور الثاني، يعني هاي الأشياء حسيتها هم سهلة كانت علي، وهم ما حسيت إلا الحمد لله يعني رب العالمين أنعم علي بالشفاء، وطبعا أكيد فضل للمشفى وللدكاترة الموجودين، وأخص بالشكر دكتور محمد موزان. الحقيقة الأخت المريضة يعني كانت تراجع يعني من قبل عدة أشهر، هي كانت عندها مشكلة ممكن سنوات سابقة، كانت تعاني من نوبات سقوط، كانت تقول في مرات مفاجئة كذا وهي تمشي في الطريق أو في الشارع تحس إنه في امتلاء في الأذن ووجع في الرأس، شوية مشكلة في الرؤية وتسقط على الأرض. هذا النوبات كانت تستمر لمدة ساعة أو أكثر من ساعة، كان تطلب في بعض الأحيان أن يأخذوها إلى أقسام الطوارئ، راجعت مستشفيات كثيرة وقالت أنه فعلت فحوصات كثيرة ولم يعني تجد نتيجة من التداخلات الطبية الكثيرة اللي تعرضت لها أو هذا الجزء. الحقيقة لما راجعتنا إحنا كان في عندنا تصور أنه إما أن يكون الإنسان عنده نوبات صرعية أو نوبات قصور في الدورة الدموية أو نوبات صداع نصفي أو نوبات مشاكل في جهاز التوازن. كانت مراجعة قسم السمعيات ومراجعة أقسام أمراض الأعصاب في مستشفيات أخرى، تقريبا أخذت علاج ضد الصرع، أخذت علاج للأمراض الدورة الدموية، أخذت علاج للتوازن، ما حصلت على نتيجة كويسة. وكذلك الفحوصات اللي أجريت لها كانت يعني ما تشير إلى وجود سبب حقيقي. الحقيقة اللي خلانا أنه نتوقع الشيء اللي هي تعاني منه أنه تكلمنا معها بصورة شوية مطولة واستمعنا إلى تفاصيل ما تعاني منه، فكان عندنا شك أنه هي تعاني من ما يسمى استسقاء الأذن الداخلية أو مرض مينير. هذا في بعض الأحيان أنه أنت لما تفحص المريض أو تسوي له الفحوص والشيء هاي يظهر المريض بصورة جيدة،
ما عنده مشكله في السمع، ما عنده مشكله في التوازن او شيء، لذلك يمكن ما حصلت على العلاج المناسب. احنا هنا في مستشفى العمادي عندنا جهاز قد يكون متوفر في اماكن اخرى ولكن لم تحصل المريضه على يعني طلب انه تقوم باجراء هذا الفحص. الحمد لله اجرينا اليه، يسموه فحص التوصيل العصبي عن طريق تحفيز عصب السمع، يسموه BAER، والحمد لله اظهر انه وجود ضرر في الجزء الخارجي من الدماغ، ذلك يكون متطابق مع التشخيص، اعطيناها دواء والحمد لله النتائج جيده جدا.